رجعنا مشاهدينا، راح نشوفوا الطريقه المرحله الثانيه من الطبق الرئيسي تاعها اليوم. انا واش درت في الزيت هذيك اللي قليت فيها لي بولا تاعي، واش درت راح ترميت البصل تاعي مع الثوم، بكره راح نضيف عليه لي زيت تاعي، عندي شويه كركم احتاج كذلك شويه تاع راس الحانوت وشويه فلفل كحل. فوالا وراح نحرك كلش مع بعض. راح نضيف الحميصه ديالي، بهذه الطريقه من بعد نمرق بشويه تاع الماء سخون، عفوا تحتاج كمية كبيرة، هذا يكفي. نخلي المرقة تاعي غير تغلى شوية فقط، من بعد راح نحطها فوق لي بولة تاعي ونزيد الفخوماج تاعي ونرميها في الفوق. هنا نخليها غير تغلى شوية فقط، من بعد احنا فقط نروحو نشوفو طريقة تحضير التحلية عنها اليوم. انا اخترت لكم تحلية الغريبية بودرة الحليب، نشوفو مع بعض المقادير. مقادير تاع هذا الوصفة، عندي هنا 100 غرام تاع الزبدة، نحتاج فيها كاس تاع سكر غلاس، نحتاج كذلك نص باكي تاع لاليفور شيميك، لافاني ماشي نص باكي يعني كميه ما تلحقش نص باكي وما يكونش نص باكي يعني ربع تاع لو باكي تاع لا ريفير شيميك، لانه باش هنايا لو هدف تاعنا انه باش تجيني خفيفه الغريبيه تاعي وما تجينيش مدكوكه. فوالا بهذا المعنى. نحتاج كذلك لافاني، قرصه ملح، ملعقه من لو بور دو كاكاوات، ونحتاج حوالي من زوج كيسان ونص حتى ثلاثه تاع لافارين، ونحتاج كذلك اربع مغارف كبار تاع بودره الحليب. عفوا الريسيبيون هنا قدامي. نبداو الحاجه الاولى اللي راح نبدا بها هي انه الزبده، نضيف عليها السكر تاعي. هنا اللي حبيت كذلك تزيد عليها مغرفه تاع السمن، لماذا كاين اللي يحب السمن في الغريبيه. بسم الله لافاني، وهنايا راح نضيف قرصه ملح ولا ليفور شيميك تاعي بهذه الطريقه، وراح نضيف ملعقة من زبدة الكاكاو، راح تعطي لها نكهة رائعة لهذا الغريبية بهذا الطريقة. عندي ان باتور، بسم الله هلا بسم الله، نبدا غير بشويه باش ما تطليش لافارين عفوا السكر غلاس. نحتاج كذلك كما قلت لكم
4 ملاعق من بودرة الحليب. بودرة الحليب كذلك حتعطي لها ذوق هايل الغريبية تاعنا. بسم الله. هذا زوج ثلاثة أربعة. نضيف الفرينه كما قلت لكم زوج كيسان حتى ثلاثه، نضيفها غير بالتدريج بهالطريقه، لانه الى زدنا الفرينه زياده على هذه راح تيبس لي. المرق تاعي راهي تقريبا راهي كما يقولوا راهي تغلى. هنا راح نستعمل يدي باش نعرف القوام تاعها هابي بري وراوي يدور. على الفرينه راهي تدخل كامل. العجينة تاعي بدات تلايم، راح ندير فوالا العجينه بدات تلايم. انا السنيوه تاعي كنت وجدتها، حنوريكم فقط زوج حبات لانه انا كنت وجدتها مسبقا باش نكملوا الطبق تاع السموتي تاع نهار اليوم بهذا الشكل، لانه ما عندهاش البيض ما عندهاش، راح تحصلوا على هذا الشكل تاع غريبيه تاع زمان. احنا نعرفوا نشكلوها بهذا الشكل كيما طريقه تاع زمان تاع اجدادنا امهاتنا. نحط لها حبه تاع اللوز فقط من الفوق. انا فقط نكملها كيما قلت لكم، ديجا كانت عندي وجده، بعدها راح نشوفوها معا في طاولة التقديم. نشوفوا فقط مقادير تاع سموتي تاع نهار اليوم. الوغ الغريبية تاعي درجة الحرارة حنطيبها فيها 180 درجة مدة 10 دقائق، ومن المستحسن انه ما نطيبهاش ديريكتومون، لازم على الاقل 10 دقائق تريح باش نطيبها. بالنسبة للسموتي تاع نهار اليوم المقادير اللي عندي انا كنت ديجا وجدت وراح نشوفوه معا في التقديم. عندي هنايا الكابويا كيما راكو تشوفوا، درت هابي بري واحد 100 غرام تاع كابويا، نص حبه تاع تشينا، نص حبه تاع التفاح، ونص حبه تاع القارص. هذا واش ندير لهم، راح نطيبهم مع الماء والسكر، من بعد راح نتحصل على هذا الخليط. عفوا راح نتحصل على هذا الخليط اللي راكو تشوفوا ديجا كنت طيبته مسبقا. انا هذا ديجا كنت وجدته، من بعد راح نطيبه. هذا
بعدا دوك نشوفو الطريقه تاعو معا. نعاود نولي للطبق الرئيسي، سمحوا لي برك اليوم خلطت لكم شويه الخدمه، مي معليش، الهدف تاعنا انه لو ميساج راح يلحق. بالنسبه للمرق تاعي راه واجد بهذه الطريقه، راح نحطو كامل من الفوق. حنضيف عليه الفخوماج تاعي اللي كنت رابيته مسبقا، وحنرميه في الفور على 200 درجه. ماشي يتحمر، بسم الله. الفور تاعي نكون ديجا سخنته مسبقا. السموتي تاعنا كيما قلت لكم راهو واجد، ما نحتاجش حاجه كبيره. كما قلت لكم الكورجيت تاعي طابت مع القارص والتشينه والتفاح، وعندي بطاطا تاع لو فرماج ريجيم ولا لو ياغورت ناتور، وعندي ريتلا تاع الحليب. نشوفوا الطريقه تاع التحضير. راح نحط كامل لي فخليته معي، وبعد هنايا راح نضيف بالتدريج. بسم الله نضيف الحليب تاعي بالتدريج. نحي فقط هنا، انا نكمل لو سموتي تاعي نحطه في لي فيغ تاعو. بيان سور لازم نصفيوه اولا، وهنايا من بعد نفيريفيو نسبه السكر اللي فيه، كل واحد واش يحب السكر، ونخلو لو غراتان تاعنا يطيب. نتلاقاو بعد الفاصل نشوفوا الاطباق تاعنا جاهزين. لحقنا مشاهدينا الكرام لنهايه العدد تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا اطباقنا راهم واجدين. الطبق الاول اللي كان عباره على كريات الكرومبيط، انا اخترتهم كيما قلت لكم، كاين فاصون طاجين وكاين فاصون غراتا. كنعرف بلي كانكم تحبوا كامل لي غراتا، انا اخترت انه نقدمهم لكم بهذه الطريقه. اما بالنسبه للوغاتو تاع نهار اليوم كان عباره على غريبيه ببودره الحليب، جربوها ما راحينش تندموا عليها، بزاف بنينه وخفيفه. اما بالنسبه للتحلية تاع نهار اليوم اخترت لكم ان سموتي بالكابويا. بزاف الامهات يشتكون اولادهم يقول لك بلي الكابويا ما ياكلوهاش ولادي، بصح بهذه الطريقه تقدري تقدميها لهم بطريقه غير مباشره. ونعرفوا انه الكابويا مهمه جدا للصحه وتحافظ على الجهاز المناعه. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد من مطبخ مريم في قناه البلاد. نعطي لكم موعد للحصه القادمة إن شاء الله. سلام.